لصالح الهلال. ركل الزاوية يعديها ملعوبة بالراس في داخل المرمى وعمر الغامدي. عمر الغامدي حط الكرة بمشط قدمه وبسهولة شديدة وتركيز شديد من عمر الغامدي، مستغل الكرة اللي اتلعبت من ضرب الزاوية، حطها في الزاوية البعيدة لتعلن الهدف الأول الهلالي في الدقيقة 16. الدقيقة 16 يسجل. شوف إعادة للعبة، شوف إعادة لركلة الزاوية، وعلى طول حط يعني مشط قدمه الداخلي ويضعها في الزاوية البعيدة. شوف الزاوية البعيدة يحطها، هدف جميل، موضوع وضع ومشط القدم وبعقل ومن لاعب دولي، وهذه إعادة له ويحطها في الهدف ليعلن الهدف الأول في الدقيقة 16. النادي الهلال بندر بطيري خالد علي حسن عتيبي تركي القحطاني وفادي الفرج عبد الله المطرف محمد القحطاني بدلاء فريق النادي الأهلي. وهذه هجمة بتمرمى أدي ميلسون، أدي ميلسون يسجل الهدف الثاني للهلال. أدي ميلسون يسجل الهدف الثاني للهلال، يضع كرة جميلة في الزاوية البعيدة ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 23. في الدقيقة 23 أدي ميلسون يسجل الهدف الثاني الهلال. أدي ميلسون شوف إعادة للعبة وتصليحها ولعبها قوية في الزاوية رغم تدخل منصور، ولكن شوفها من زاوية أخرى من عبد الله الجمعان. من عبد الله الجمعان صلح كرة لأدي ميلسون اللي لم يتوانى في أن يضعها قوية على يمين أو على يسار منصور النجعي لتعانق الشباك ويسجل يعديها، لكنها مقطوعة. صلة من جديد عمر الغامدي يلعبها ساقطة باتجاه عبد الله الجمعان. عبد الله الجمعان تدور الكرة عليه وتنقطع صلة من جديد وحط المرمى والهدف الثاني. الهدف الثالث الهلالي في الدقيقة 6 من ضرب شوط المباراة الثاني. الهدف الثالث، وهذا عبد الله جمعان مبسوط مبسوط ويكمل العلم كانه رايح يعطف الكورة، كانه رايح يعطف الكورة راح يسلم على العلم. والله تعبير اهل الفرحة بشكل يعني شوف إعادة للعبة، راح نشوف إعادة للهدف اللي سجله، وكان محمد شنية حقيقة انزلق على الكرة في محاولة منه عشان يبوز الكرة على عبد الله الجمعان، ولكن عبد الله الجمعان سيطر على الكرة بشكل جيد. شوف 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 حصلها بالفعل وحطها على يساره وسجل الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة 6 من ثمن شوط المباراة الثاني، لتصبح النتيجة وبعد مرور 7 دقائق من زمن شوط المباراة. Sounds crazy, but it pays real good. سجل الهدف الرابع، الهدف الرابع يسجل الجمعان في ظل اندفاع الفريق الأهلاوي. نفسه امام المرمى الا من تواجد لاعب واحد اللي هو نايل قرقاضي، ويجد كره منقوله من ناحيه اليمين. شوف منقوله من ناحيه اليمين وما قدامه الا لاعب واحد، عداها الجمعان لنفسه او سددها مباشره في الزاويه البعيده لمرمى منصور النجعي يسجل الهدف الرابع. شوف شوف عدت 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 وافتح في مشكله بخط الدفاع الاهلاوي، في مشكله بخط الدفاع الاهلاوي بكل تاكيد. واربعه اهداف، اربعه اهداف للهلال.